نجيب الريحاني ما كانش يكتب غير اسمه هو في الاعلانات بتاعه الروايات، ما كانش يكتب اسماء الممثلين ابدا الاعلانات ابدا. صحيح ابدا اه لحد الاخر لحد الاخر لحد الان لحد اخر ايامه انا مطرح ولا اسمي يذكر ولا في حد يكتب عني ولا ما فيش جنس حاجه زي دلوقتي الكتابه اللي ما تعرفش يعني. كانت في دعايه للممثلين ابدا ابدا بس في الريحاني بس.